أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج إبشر، والذي يعرض من على شاشة الأيام الفضائية المباركة. مثل ما شفتوا يعني احنا انتقلنا من محافظة إلى أخرى، في بابل، واسط، بغداد، رجعنا للنجف. بغيت يعني أنه نلتقي بأكبر عدد ممكن من الأخوة المرشحين اللي مقدمين انتخابات مجالس المحافظات. كنا دائما نركز على الهم، ومن ثم نلتقي بالمرشح حتى نحاول وياه أنه نلقى حل لهذا الهم. اليوم جينا للنجف الأشرف، وتحديدا بالكوفة، تحديدا في منطقة أبو عيسى، تحديدا في منطقة ألبو أو شارع ألبو نعمان. ليش؟ حتى نلتقي بمرشحة أخرى من مرشحاتنا، وهي مواطنة عراقية أصيلة. نتعرف عليها، شوف شنو طموحها، شنو همومها، شنو السبب اللي خلاها ترشح لانتخابات مجالس المحافظات، وين تشتغل هي حاليا، خريجة شنو، شلون تثقف حملتها الانتخابية، تعامل الناس وياها شلون، إلى غير ذلك من التفاصيل اللي إن شاء الله راح نحكيها كلها. مرحبا ست، شلونك؟ شلون صحة؟ الله يخليك، الله يحفظك. ممكن تعرفينا بنفسك والتسلسل ورقم القائمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله أجمعين. جزيل الشكر والتقدير إتاحة الفرصة أن أعرف عن نفسي. الله يحفظك. إني المرشح ليلى جاسم عبد الحسين الشادي الشيباني، بكالوريوس علوم قرآن وتربية إسلامية ودبلوم زراعة، موظفة خدمتي 35 سنة وزارة الصناعة والمعادن. صفة شنو موظفة؟ مديرة مخازن. نعم. شغل المخازن صعب؟ أكيد. ليش؟ ذمة مخزنية. نعم. والمخازن بيها عادينا؟ والله كان بيها بس سهل. لا ليش؟ إنتاج راكد، لأنه ماكو إنتاج يعني بالوقت الحاضر. مجرد إنتاج راكد قديم اللي هو تسويق ضعيف. وأنت تشتغلين بوزارة الصناعة بيا شركة؟ الصناعة التجلدية موقع الكوفة. نعم. عندهم إنتاج؟ حاليا على الطلبات، يعني إذا تجينا طلبات نشتغلها، ما كلها نتوقف توقفين. شنو الإنتاج اللي دين تجوه هسه؟ حاليا كنا قبل نشتغل المستلزمات الطبية اللي هي وقت اللي أنت صار كورونا، يعني خلينا نقول كمامات صدرية طبية. هسه بالوقت الحاضر مثل تجينا حسب الموسم الدراسي حقيبة مدرسية ننتجها توقف بعد. توقف. نعم. إيش قد أنتجتوا منها تعرفين؟ يعني تقريبا 1000-2000 هيك حسب موسم الدراسي. عدد قليل. جدا قليل. نوعية جيدة لو رديئة؟ لا طبعا جيدة، هي الصناعة والمعادن مشهودة لها بإنتاج. تعرف عنا قبل من كنا بالسبعينات أو بالثمانينات، يعني كان إنتاج المحلي يشهد له، أو حتى كان قنطول يعني وجبات تنزل ومحدودة، وحتى المواطن أنه يحجز سرعة عليها. أكيد مراكز التنفيذ التسويقية كنا نشتغل قبل يعني إنتاج عسكري. يعني إنتاجنا كان بالبسطة العسكرية 100,000. زين، شنو السبب اللي برأيك إنه إنتاج وزارة الصناعة يعني وصل إلى مستويات ضئيلة جدا؟ هي أكيد يعني محاصصات سياسية. أكيد، لأنه الزراعة تهمشت، الصناعة تهمشت، من المسؤول؟ يعني أيدي عاملة موجودة هسه حاليا، يعني هسه إحنا هذا عندنا الشباب اللي هم الأيدي العاملة، يعني هاي وزارة الصناعة والمعامل العملاقة اللي هي معمل سمنت الكوفة، واللي هي إحنا كموقع، يعني عندنا بعد موقع الدباغة، موقع الزعفرانية، وموقع الكوفة. يعني هاي شقد أيدي عاملة الشغل بالآلاف، صح لولا؟ زين ليش إنتاجنا يستورد؟ يعني الإنتاج المستورد هو أحسن من إنتاجنا؟ مستحيل، مجرد هو شكل بس، الجودة والصناعة إحنا. فهي كلها تهمشت، جهاز سياسية إلها غرض بهذا الشيء. ومو بس هيك، انفتحت التجارة على مصراعيها. أكيد. وبالتالي دخل منافس قوي بأسعار قليلة كلش، ونوعيات جيدة. ما يمنع إحنا إنتاجنا يستمر، عندنا أيدي عاملة، عندنا خبراء، عندنا إنتاج. ليش يعني ينطرح للسوق إنتاجنا أفضل إنتاج؟ زين شي بعدين، حتى المواطن يعني وحتى الموظف، يعني هسه إحنا مثلونا بالرعاية، مجرد إحنا وتمويل ذاتي، يعني إحنا قاعدين وتجينا رواتبنا جدا ضئيلة وقليلة. وبالتالي لازم يكون هنالك حماية للمنتوج العراقي. أكيد 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 أكيد. زين، الموظفين هسه ايش يسوون يعني اللي يداومون بالدائرة؟ عندنا؟ إي. تسجيل حضور يعني مجرد، ولازم يتواجد المواطن، أكو عنده عملي يؤدي، خلص. بس.
ماكو أي إنتاج؟ ماكو إنتاج. ماكو. ماكو إنتاج. أكيد أكو بهم طلعوا تقاعد. يعني إحنا عندنا هسه معمل الدباغة. يعني حتى خبراء من برا اجوا نصبوا وطلعوا مهندسين عندنا انه ايفاد راحوا على انه هناك طريقه العمل وطريقه عمل المكان ولا جدوى موجود يعني بالكذا مليون صار فدا يطلعون تقاعد هسه اكيد يعني هجره مو طبيعيه تقاعد لانه هو موظف شنو يعني دا يشتغل دا يجي الصبح دا يطلع خلينا نقول بالثنتين عايف بيته على خلينا نقول شب لا عنده انتاج المواطن موظف من يطلع من بيته يروح على شنو اكو هدف هو انه يشتغل صح لو لا ما يروح يقعد يبدأ خلي يقعد ببيت احسن له صح لو لا صحيح. اللي اجازه واللي طلع واللي فيعني شيء مؤلم مؤلم جدا وزاره الصناعه مؤلم تعال انت ايش قد راتبك راتبي اصدق لو مو صدق يعني اصدق اجيب لك البودره لا ما يحتاج اصدق 500 500 ألف نعم ايش قد عندك خدمه 35 سنه مقطوعة كلها 500؟ نعم وشهادتين عندي دبلوم زراعة وبكالوريوس مش ليش 500؟ هاي احنا ما عندنا قلت لك تمويل ذاتي ما محسوب انه كل شيء حتى وخدمتك ايش قد؟ 35 سنة اكيد حصلتي قطعة أرض لا لا ما حصلت ولحد هسه ننتظر انه بكى تنحصل على مود مطلق تقاعد واغلب الموظفين اللي وياي هسه يسمون اكو تخصيص قطع أراضي يضلك خل عسى ولعله احصلها واطلع شلون تروحون للدوام؟ والله انا بالنسبة لي اروح خطوط عبرية يعني مو خطوط هي مهيئتها الشركة لا كان أكو قبل تهيئة الشركة كان قبل يعني خلينا نقول وزارة الصناعة أيام الشغل يعني والنقل نعم خطوط تأخذنا وتجبنا هسه بعد حتى الموظف عليه نقله أو خلينا نقول يعني خلينا نقول 20% سهم الشركة من النقل وبقى على الموظف على راتبه هاي المنطقة شو اسمها منطقة أبو نعمان وهذا بيتكم الله يعمره إن شاء الله دا أشوف يعني الله يحفظه ويعمره ويبارك بي وبيكم حقيقة من دخلنا للبيت أنا يعني حبيت المكان هذا رغم بساطته لكن حسيت أنه أكو بصدق وأكو ببركة الله يحفظكم بالتالي ليش مكان بالبناء كان يماك كان يماك نعم. هذا بناء استمر 5 سنوات 5 سنوات نعم هواية 5 سنوات طبعا هواية أكيد حسب الامكانيه عندنا يعني كل ما عندنا فد مبلغ يصير نجمع نقدر فد مرحله 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 الى ان وصلنا هذه المرحله بعد خلاص وطبعا انا هذا مو مشتريته هاي الارض الوالدي وارث والله قعدنا بها وبالتالي انت حتى تحسنين من واقعك المالي قدمتي الانتخابات مجالس لا 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 ابدا مو واقع المالي لا نهائيا بس واقع المالي الحمد لله والشكر قنوعه باللي وصلني الحمد لله والشكر انا على ابواب تقاعد بس المعاناة اللي يعيشها المواطن واللي أنا من ضمنها المواطنين سواء على صعيد العمل أو صعيد المنطقة أو صعيد بصورة عامة المواطن يريد أحد يوصل صوته فكان عندي نية بس مالكة القائمة اللي أقدر من خلالها أوصل صوتي كلها قوائم متحزبة إلى أن جاءت أبشر يا عراق أبشر يا عراق قائمة غير متحزبة ولم تتخنتق في الاصطفافات الحزبية فنقدر إن شاء الله عن طريق شعارنا وعن طريق حثنا وعن طريق دعم المواطن إنا ونزولنا للشارع لأنه ممكن أنه أي مرشح أو أي سياسي يقعد وراء كرسي يقدر يوصل صوت معاناة مواطن نهائيا إلا أن ينزل للشارع وخلال نزول للشارع وحتى الحملة الانتخابية اللي أنا بديت بها قبل شهرين طرق الأبواب ما فتحت مكتب نهائيا قالوا فتح مكتب قلت لا ما أريد المواطن يجيني أنا أروح له انا عن طريق من تروحي للمواطن شو تقولي له يعني وتشوفين وضعه مثلا متعب كذا شو هي الحواريه اللي تصير بينه شلون يقتنع بكلامي يقتنع بكلامي لانه هو حتكون في محاوره بينه وبينه المواطن ترى عازف عن الانتخاب بالوقت لانه عازف مو عازف انه شيء كيفيه لا من حقه لانه ما حد قدر يعني يضمن له اللي يريده ما حد يقدر يوصل له صوته او السياسات اللي اجت واللي اخذت مجرد اخذت صوت المواطن وغلقت ابوابها وقعدت وحتى التليفونات غلقتها صار احباط عند المواطن فرحت الناس اوصلهم صوتي وفكرتي والمشروع اللي عندي المشروع اللي عندي مؤمنه به اني اقدر اساعدكم يعني قائمه دخلت بها قائمه توصل صوتكم وشعار القائمه وبرنامج القائمة برنامج القائمة مشترك عن القائمة يعني مو برنامج أنه مجرد من بعد الانتخابات إذا الله إن شاء الله وفقنا اختارت القائمة يعني خير ظهير سياسي كل مرشح يريد غطاء سياسي يتحرك من خلاله ما ممكن يسوي شيء وحده فبرنامج أبشر يا عراق أو قائمة أبشر يا عراق راح تكون خير ظهير سياسي أقدر أقدم خدمتي للمواطنين
بالتالي تفاعلوا وياك المواطنين. اكيد 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 تفاعلوا، حتى كمواطنين انه هن ما وصلت لهم بدوا يتصلون علي قالوا وصلنا واحنا وياك، حتى لو متوصلين احنا وياك. واكيد ناسي واهلي. من خلال ملاحظاتك، مجساتك، حياتك اللي عاشتها بهاي المنطقه، شنو النواقص اللي تشوفيها موجوده هنا واللي يحتاجها المواطن، ومع الاسف الاجهزه المعنيه ما موفرتها؟ ما موفرتها بصوره عامه، يعني مدارس، خلينا نقول مدارس معدومه، يعني كل منطقه هسه منطقه ما شاء الله الزخم السكاني دا يصاعد اكيد. يعني مدرسه تكون بها 3 دوامات، ليش 3 دوامات؟ يعني من تقول له انها انت ما يعني ما نقدر نفتح مدرسه، بعود هوايه، مثل خلينا نقول والله ابو الارض ما يقبل ينطينا ارض. زين التبليط ابسط شيء مواطن يحتاج له هو التبليط. يعني انت اي مواطن تروح له يعني ما يطلب من عندك في شيء، بلط لي منطقتي انا هذا راح يجي حقوقه، ويجي الشتاء واولادي مدرسه واولادي ما يقدرون يطلعون. يعني هاي ما يطلبها ترى المواطن من المرشح، اكو حكومه لازم توفر هذا الشيء قبل ما يطلع المرشح للشارع. المرشح ما يطلع للشارع يوصل فكره ومو يوصل خدمه. انا بعدني انا حالي حال المواطن، انا قاعد اطرح برنامج واطرح فكرتي بالمستقبل اقدر اساعد هاي الناس، بس انا تطلب من عندي هسه بلط شارع او افتح مدرسه، هاي مو من صلاحيتي. انا صلاحيتي حاليا محدوده، انا مواطن عادي. هاي من هاي صلاحيه الحكومه، هاي صلاحيه الحكومه. زين اذا الحكومه هي حطت اصابعها باذانها ويعني خلينا نقول بدت بصراعات سياسيه من اجل المراكز والكرسي والغنائم، اذا المواطن وين؟ اذا المواطن هو اللي صار ضحيه. بالتالي يعني انت امام مهمه كبيره امام الله، مهمه امام الله انه نوصل صوت المواطن. وانا اخذت عهد على نفسي انه الخدمه اللي راح اقدمها هي لله في الله والامير المؤمنين علي عليه السلام. اتمنى لك التوفيق ست ليلى، ان شاء الله تحققين يعني مقعد في مجلس محافظه النجف الاشرف. الله يوفقك، وتقدمين يعني خدمات كثيره وجليه. ردت أسأل هاي المنطقة كم بيت بها؟ يعني هاي منطقتنا بس لو بصورة عامة، يعني هذا القاطع كله من ساعة الدلال لحدنا لا أكثر جيد؟ يعني هواية بالألفين أكثر، 3000 أو 4000 أكثر. ليش الكهرباء هيك كله ماكو أسلاك أكو من هاي الضفاير؟ هاي على حسابنا دنحطها حكم علاقتنا. هذا التبليط حتى اللي صار هذا تشوفه حكم علاقتنا، ما يعني مو هم اجوا متبرعين، لا مناشدات وكتب وعلاقات قدرنا. يعني اكو مستوصف هنا واحد يقدم خدمات جيده، يعني مو ذيك الخدمات اللي يعني بالمستوى المطلوب. يعني المفروض مستوصف اخر ومدارس تنبني اكثر. أكيد. بعد شنو؟ اكيد هو قلت لك يعني مدارس، مراكز صحيه، يعني على مستوى يعني مستوى منطقه اللي هي احنا على ابو نعمان وبعد قدامنا على العيسى. مدارس نقول 2 أو 3 4 دوامات بها الصبح ابتدائيه دواميين والظهر متوسطه. في اي لجنه تشوفين نفسك انت تنفعين انه تكونين اي بيها؟ لجنه اللي اقدر من خلالها اقدم الخدمه للمواطنين غير محدوده. اي لجنه اقدر اخدم بها ناسي اللي وضعت ثقتها بي وطتني اصواتها. نقدر نقول لجنه الصناعه مثلا بحكم اختصاصك؟ يعني ان شاء الله صناعه تربيه كلها تفتقر الى خدمات، كلها تفتقر الى خدمات. اذا انت كتب على مستوى الكتب المدرسيه حتى سداس المواطنين من حتى ماكو كتب دا يشترون حدث. ليش التعليم مجاني؟ اذا اكو هسه على كل كتاب مكتوب التعليم مجاني، توزيع مجاني. وين صارت هاي؟ كنا قبل احنا كنا بالمدرسه كلنا ناخذها مجاني. ليش هسه صار بفلوس؟ اكو تلكوات اكيد. اكيد شنو رسالتك للناخب العراقي اللي بعد الايام ما ضل شيء؟ يعني والله الناخب العراقي هو بنفسه اللي راح يغير حياته، هو بايده حياته، بصمته حياته، مشاركته بالانتخابات هي مو احنا اللي نغيرها، هو يغير حياته اذا يريد مصيره كل تطلع. لانه جلوسه بالبيت بما يعني انه راح تستمر الحياه السياسيه اللي هي ما عليها في الوقت الحاضر. اطلع غير حياتك، انط صوتك غير حياتك، مو انه وتروح اللي تشوفه انه يقدر يغير حياتك، مو مجرد انه مرشح يفتر على الناس، هذا ينطي مبلغ وهذا ينطي وعد وهذا ينطي، لا. اذا تعرضتي الموقف يتطلب دبلوماسيه بين قوسين مجامله من اجل تمرير قرار معين اثناء الجلسه مصير
شلون مصير؟ ما اقدر يعني انه انا على اي اساس انه انا اجامل؟ راح يصوتون الباقيين وانت ايش حق تقدمين اعتراض للي يقدر بعد التصويت؟ للي يقدر يعني يستاهل اقدر يعني اللي خلينا نقول قد الثقه اللي انه اصوت له اللي قد الثقه اللي انه اصوت له لانه اذا مو قد الثقه راح اشارك باثم وياه. انا اتمنى لك كل التوفيق. ربي يوفقك. يا مرحبا ست ليلى. الله يخليك. اذا المشاهدين الكرام بعد ما التقينا بست ليلى عرفنا طريقه تفكيرها، شنو اللي تريده، طموحها، همومها وامالها، نتمنى لها كل التوفيق. كل التوفيق لك ان شاء الله. انتظرونا بعد هذا الفصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا في النجف الاشرف، تحديدا في حي الفرات، شخصيه اخرى مرشحه لانتخابات مجالس المحافظات هنا في النجف، راح نتعرف عليها ونشوف شنو سبب ترشيحها، شنو من الممكن ان نضيف الى الواقع النجفي من ناحيه الخدمات، التربيه، الصحه، الاستثمار الى غير ذلك من الامور اللي راح نتناقش بها. مرحبا استاذ. مرحبا بك استاذ. شلون صحه؟ الله يسلمك. الله يخليك. بدايه اريدك تعرف نفسك للساده المشاهدين تسلسل ورقم القائم. الله. حسن ينجي هادك حيط الشبلاوي، حاصل على شهاده الماجستير بالقانون، موظف في مؤسسه السجناء السياسيين، مرشح على قائمه ابشر يا عراق، القائمة 143 تسلسل 18. تشرف بك. أنت أشرف. الله يسلمك. شنو علاقتك بالكاميرا؟ والله علاقتي بالكاميرا من يا جانب يعني علاقة بالكاميرا. أنت تحب الظهور الإعلامي؟ الظهور الإعلامي دائما ما أقلل من الظهور الإعلامي. أها. ليش؟ لأن الظهور الإعلامي مثل ما تقول يبني شيء هو مو صحيح. دائما هسه مثل أكو شخص ما يظهر على الإعلام، تلقى عمله أفضل من اللي يظهر على الإعلام. دائما تظهر بصورة المبالغة ظهور على الإعلام. أغلب الأخوة اللي أسوي لقاءات وياهم أو في برامجنا يعني تقريبا اللي كنت أسويها، فأشوف الشخص ينتبه للكاميرا، هاي الكاميرا ينتبه عليه، ومرات يصير قلق. تتخيل أنه هو مثلا دي يفكر بالأشخاص اللي لربما راح ينتقدوا أثناء كلامه باللقاء. هذا الجانب صحيح. دائما ما ينتبه او يصير بحاله من القلق من الانتباه على الكاميرا او من الاشخاص المحيطين به او من الاسئله اللي راح تجي. زين، ممكن نترك الكاميرا ونركز وياي؟ نركز وياي. ورده. اريد ابدي باختصاصك، وين تداوم؟ الاختصاص مالتي مؤسسه الجنائيين السياسيين، الدراسه ماجستير بالقانون الدولي، وحاليا الان مرشح على مجلس محافظه النجف على قائمه ابشر يا عراق، القائمه 143 والتسلسل 18. شنو الهدف من ترشيحك لانتخابات مجالس المحافظه؟ الترشيح بالانتخابات الحاليه هي خدمه لابناء محافظتنا وما يمرون به الان محافظه من تلكؤ من جانب المشاريع، من النواحي الصحيه والخدميه، دائما وحال دائما وحاليا الان النجف مهمله. النجف مهمله. النجف مهمله من كافه الجوانب. ليش؟ مع انها مدينه مثل ما تقول مدينه علم وباب للعالم الاسلامي من جانب الحوزه العلميه او من جانب الثقافه، هاي مهمله دائما النجفيه مهمله. هسه جانب الاهمال قد يكون من المحافظه او قد يكون من المركز من بغداد. جانب الاهمال هذا تواتر على مجالس محافظات سابقه، منها افتتاح مطار النجف اللي هو صادف بال 2012. هذا جانب المطار كان من الممكن استثماره او بجوانب عديده، يعني مثل ما تقول الجوانب مثل ما نطرحها انه جانب جانب مطار النجف انه باب من ابواب مثل ما قلت سابقا انه باب من ابواب عاصمة الثقافة الإسلامية. هذا مو بس شيء، النجف لها وقع يختلف عن الكثير من المحافظات العراقية، الجانب يأتيها الكثير من الزوار وكذلك طلبة العلم فضلت، بالتالي المفروض يكون عندها يعني فد رونق مختلف. تمام؟ صحيح. ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك. الحقيقة تختلف. بالتالي اليوم انت يعني اذا ما نريد نتحدث عن الامور السلبيه اللي انت مأشرها،
فمنين نبدي؟ نبدي الجوانب الأهم اللي تركزت عليه بالقاعدة البرنامج الانتخابي مالتي هو الجانب الصحي. صحي. شو الواقع الصحي؟ الواقع الصحي حاليا بالنجف في مركز النجف بداية يعني نهوض بالواقع الصحي، لكن مو بالمستوى المطلوب، لكن منتجي إلى أقضية النجف ونواحيها مهملة إلى أبعد الحدود، مهملة من يا جانب، مهملة من جانب الكوادر الصحية، مهملة من جوانب الأبنية، ماكو ذاك الاهتمام بالأبنية، من جانب العلاج دائما ما تعاني من نقص في العلاج مناطق أقضية ونواحي النجف، وهذا اللي مسته باللقاءات مالتي بناخبيني أو بالناس اللي ألتقي بيها. وين تلتقي؟ دا المناطق الشمال نجمة ناحية القادسية المشخاب، هذه المناطق الأبنية الصحية الأبنية والمستشفيات هي قديمة متهالكة لا لها مثلا ترميم لا مخصص لها جانب مالي، دائما ما يكون التخصيص للمركز. قدم خدمات زينة لو لا؟ قدم خدمات زينة هي تقدم خدمات زينة هاي الأبنية كمستوصف كذا تقدم، بس مو بالمستوى المطلوب. تقديمها حاليا مو بالمستوى المطلوب ولا بالمستوى مثل ما تقول اللي يرقى الى المطلوب. معالجة هذه المواضيع وهذه طرحتها في برنامج الانتخابي، لكن زين ليش رحت للاطراف؟ تبحث عن اصوات؟ لا الاطراف احنا مثل ما نقول دائما خلي بال الاطراف هي مهملة واغلب جمهوري هو من الاطراف. انا من مناطق اطراف النجف، أهلي وأراضينا من يا منطقة؟ من ناحية القادسية. تشرف. الله يسلمك. فهذه المناطق مهملة وأنا عايشة ومتداول بيها. أنت ركزت عليها؟ ركزت على هاي المناطق لأن دائما كل مجالس المحافظات السابقة والمحافظين السابقة أهملوها، دائما ما ننطي مناشدات ونب طلبات وبغيرها، هاي المناطق ما تقديش الاستجابة من قبل مجلس المحافظة أو المحافظ. على مدى السنوات السابقة نأمل أنه هذه الفترة بقائمة أنه تتوحد بخلال المرشحين الشباب الصاعدين بقائمتنا قائمة بشريعة أو بقية القوائم، نتأمل أنه نظر إلى هذا الجانب، جانب الصحي في هذه الأقضية والنواحي، والجانب أطرح الجانب الآخر اللي هو أكثر اهتمام، الجانب التعليمي اللي هو الأساس، الجانب التعليمي حاليا الأساس في بناء الدولة وبناء المجتمع والركيزة الأساسية هو جانب التعليم. جانب التعليم بالأقضية والنواحي كوادر تعليمية قليلة، يعني الأستاذ أو المدرس يلتزم أكثر من صف، يلتزم أكثر من وقته. قصدك يلتزم أكثر من مادة؟ من صف ومادة. يعني هسا تفرض مثلا المادة واحدة عنده وعنده فد 15 صف، هو يلتزم 4 وغيره بنفس المادة يلتزم 4، خوهم هنا ممكن أن يلتزمهن. هذا موجب الأقضية والنواحي، لا أستاذ واحد أقرب المدارس بها نبلغون أنه 4 إلى 5 أساتذة بالابتدائية والمتوسطة. زين ليش هذا التلكؤ في دعم المدارس وتوفير المعلمين والمدرسين حتى يسدون هاي الشواغر؟ هذا التلكؤ حاليا هو دائما ما يصب وين؟ بخانة المركز، الحكومة المركزية. دائما احنا وزارة التربية بالنجف وبقية الدوائر دائما ما يذب اللوم او الصوج في المركز، انه الوزارة ما محددت لنا او ما مخصصت لنا تخصيص مالي لهذا الامر، او ما موجه الكوادر مثلا لهذا الامر، فدائما ما تلقى الخلل وين؟ بالمركز. زين الى متى تبقى هاي الجدلية؟ مديرية تقول الوزارة، والوزارة تقول ما عندي، والمالية تقول وضعنا، وبالتالي كله على حساب أساس بناء الدولة اللي هو هذا الطفل اللي باشر أكبر راح يكون شخص لو يكون مؤثر بالمجتمع أو شخص متأثر بأمور أخرى قد تأخذ بيده إلى الهاوية. إحنا هذا الجانب الحل مالته أنه مجلس المحافظة أو المحافظة تطل سلطة الرقابة على هذا الموضوع وإعطاء إلى الرأي العام، نشره إلى الرأي العام، أنه أطرح هذا الموضوع للرأي العام انه موضوع مجلس الجانب التعليمي مهمل من قبل وزارة التربية، وزارة التربية تهمل هذا الامر انه تدعي انه مثلا، لكن البعض يقول انه وزارة التربية ما تتقصر تحاول واكو انجازات واكو مدارس، ما ننكر هذا الجانب، ما ننكر ضغط كبير، انفجار سكاني، اهمال، فساد سابق، كل ادى هذا الجانب، هذا الجانب ما ننكره، لكن اكو حلول، اكو حلول تقدر وزارة التربية تطرحها
او الاعضاء يطرحونها او المحافظ يطرحها، لكن هاي الحلول ما تطبق على ارض الواقع. هسه لمصالح لامور معينه هذا الجانب نتخذه على غير شيء، نتخذه من يا ناحيه، نتخذه انه جانب الحزبي مثلا، فرضا جانب الحزبي. هسه مثلا وزير التربيه، مدير التربيه مثلا منتمي الى جهه معينه، هذه المنطقه مو الجهه المعينه، خلاف الجهه فيهملها، وهاي لمستها اني واقع لمستها. مناطق عندنا بالمناطق البراكيه لمست هذا الجانب، الجانب انه هاي المنطقه من جهه معينه، فانه فرض انه هاي ما زين. وبناء المدارس، بناء المدارس عندنا مدارس كافيه بالنجف؟ لا، هاي ما المدارس انه كافيه بالنجف، هذا هو الاساس مال البرنامج مالتي. ماكو بناء بصوره كامله او مثل ما تقول مدارس تستوعب هاي الاعداد. وانت طرقتها من الساعه بحديثك انه الاعداد والتعداد السكاني انه يزيد، فماكو انه مش تقترح انت الاقتراح انه نوفر المدارس ولو بكل فواطئه. يعني هسه المدارس مثلا مال الامن الغذائي اتخذ على البناء الجاهز، نقدر نقلل كلفه البناء الجاهز. مدارس صينيه مثلا نقلل الى اقل من هاي النسبه. المدارس ما تكون مثلا مثل ما تقول ذيك الأبنية المساحات الكبيرة، المساحات الصغيرة بالأقدام والنواحي، لأن هي قرية، المناطق ما نحتقى قرى، تقدر مثلا أنت هاي القرى تستوعبها ب 15 فصل، 15 مدارس ب 15 فصل. ليش أنت مثلا تبني مدارس ضخمة في منطقة تعدادها السكاني قليل، والتعداد مسافة قرية أخرى تبعد عنها على 15 كيلو أو 10 كيلوات، تقدر أنت تستوعب في مدارس صغيرة 15 فصل، وهاي صف تقصد؟ ايه 15 فصل صف، انه هاي تقدر تشمل شيء بهذا الجانب، انه مدارس ذا مساحات صغيره تستوعب اكبر عدد من القرى. ليش انت تحصرها مثلا بجهه مثلا بناحيه القادسيه بالمركز؟ زين، هو المركز القرى تبعد عن المركز. استاذ عندك علم انه اكو بعض الفلاحين تبرعوا بجزء من اراضي كم دونم للوزاره، وزاره التربيه، في سبيل انه تنبني مدرسه بهذا المكان؟ ما تنبني، واكو صعوبات جدا في كيفية تحويل جنس الأرض إلى مدرسة، ولازم هو صاحب الأرض أو المبادرة يروح يركض على دوائر الدولة كلها من أجل أنه يتحقق هذا الشيء. يتحقق هذا زين، هاي ليش؟ وما يتحقق هذا الشيء. طبعاً التبرع بالأرض قاموا يعني مجموعة من الناس في أغلب المناطق، لكن هذا التبرع ما قابل شيء بالمقابل. يعني مثلاً مثل ما تقول مساعدة في البناء، دائما ما تحاول يلاقون صعوبات اصحاب الارض المتبرعين. زين، ان شاء الله اذا الله سهل ويعني فزت بمقعد في مجلس محافظه النجف، راح تكون من اولوياتك هذا الموضوع انه ينحل اذا ما شخص تبرع. ان شاء الله وزاره التربيه بغيت بناء مدرسه او مدرستين او ثلاثه، ينطي دونمين 3 دوانم، بس المهم تنبني مدارس في مناطق تحتاج الى مدارس. بالتالي راح تركز على هذا الموضوع انت؟ ان شاء الله، احنا التوفيق من الله انه نركز على هذا الموضوع، نسال الله انه يمكننا من هذا الامر، من انه نسعى بهذا الدرب وفي هذا البرنامج ونحقق ولو جزء يسير من عنده. احنا ما من الممكن ان احقق كل البرنامج الانتخابي مثلا، انما احقق جزء يسير، وانا اتمنى ان نحققه كامله. لكن الارض والواقع اللي عايشين احنا انه تقدر تحقق نصف البرنامج. يعني استاذ احنا دائما نتحدث عن بناء المدرسه، بناء المدرسه بحاجه الى صفوف، الى كذا، الى معلمين، الى علاقه المعلم بالطالب. تعرف يعني المفروض تكون علاقه ايجابيه مبنيه على الحب والاحترام والتقدير. اليوم شلون هذه العلاقه، شلون موجوده بالنجف؟ هاي العلاقه حاليا ان شاء الله نقول انها جيده، ولكن يحتاج الجانب الاعلامي هذا الموضوع. شلون؟ الجانب الإعلامي إلى مرتكز أساسي بهذا الموضوع، من حيث التوعية، توعية الأسرة اللي هي النواة الأساسية بالمجتمع النجفي، الأسرة، توعية الأسرة من هذا الجانب، والاهتمام بجانب التعليم وصياغة مثل صياغة المدرسة أو صياغة هذه النواة، أنه على احترام المعلم وعلى توجيه الابن إلى جانب التعليم بشكل الاساسي. يعني هسه احنا الطفل حاليا هو مثل ما تقول يم الاستاذ او يم المدرس، مثل ما تقول يعني جديد، ينشأ. اذا هو بالبيت يتعلم على شيء وبالمدرسه يلاقي شيء اخر. هسه احنا الجانب المثال اللي قلنا من الابنيه هو عامل اساسي. انت من يدخل الطفل الى مدرسه
والمدرسة متهالكة، لا من رحلة لا من مثلا مقعد ولا من أستاذ مثلا يتابع، دائما ما يدخل الطلاب يدخل للمدرسة ويطلع وما يعرفش، أو أصلا كادر تعليم ما موجود يروح الطفل ويرد، زين هذا ينعكس سلبا على الطفل. دائما هسه الجانب المدارس الأهلية دائما ما الآباء والأسرة تتوجه للأهلية، ليش الأهلية؟ لأن تكبيها كافة الجوانب، كافة الجوانب من كان طعام من كان تعليم من كان هواي أمور، بينما الجانب المدارس الحكومية ما متوفر بها هذا الشيء. تشجع على المدارس الأهلية؟ لا بس إنه هذا واقع فرض، واقع فرض على محافظة نجد وقت المحافظة. المدرسة الحكومية ترتقي إلى واقع المدرسة الأهلية؟ المدرسة الحكومية ما ترتقي إلى المدرسة. ليش؟ لأن المدرسة الأهلية مو نابعة من الشخص أو من الأستاذ أو من مدير المدرسة، إنما لمصلحة شخصية، فإنه يفرض على الأستاذ إنه يقوم بواجبه. هاي بالمدارس الحكومية ما موجودة، الأستاذ ما نابع أو إحنا ما نعم على الكل، بس إنه راتب المدرس بالمدرسة الأهلية أقل من راتبه بالحكومة. الراتب هذا جانب، جانب إنه مثلاً ما يدفع الأستاذ أو المدرس للقيام بواجبه بصورة صحيحة. لا عفو، بالمدرسة الأهلية راتب المدرس يختلف أقل من راتب المدرس بالمدرسة الحكومية، بالحكومية أكثر. المدارس الأهلية حالياً بالنجر راتبهم أكثر، رواتبهم هذا الجانب، جانب الرواتب بالمدرسة الأهلية يوصل راتبه إلى مليونين. إذن هذا موضوع شائك، والمفروض يكون به دراسات مستفيضة من قبل كل الجهات، من قبل كل الأخوة، مو فقط مشاهدين الكرام هنا بالنجف، لا المفروض على مستوى العراق. صورنا الكثير من المحطات في محافظات كثيرة، اكتشفنا أنه حقيقة أكو إهمال واضح في أغلب وزارات الدولة، لكن وزارة التربية باعتبارها وزارة مهمة جدا وتحتاج إلى وقفة حقيقة. يعني أرجوكم، بناء الإنسان من المدرسة، والمدرسة اليوم هملت نتيجة الضغط، مع أنه أنا أشوف مدارس أخرى تحاول تحفر بالصخر، تعتمد هنا على مجلس الآباء في صبغ صاف أو في تقديم تغيير العفو تواليتات إلى غير ذلك، ولكن يعني إرادتنا حلول استراتيجية وذكية وسريعة. أرجوكم إحنا اللي نتمنى حاليا أنه جانب التعليم والمدارس الحكومة أو المجلس المحافظة يدير لبال، لأن يعني جانب المدارس ولهاي دخلت هي مصالح حزبية بيها، وأكو مثل ما تقول مصالح تمنع إكمال المدارس الحكومية وتعارضها لمصالح الخاصة. المدارس الأهلية حاليا بالنجف متحزبة، مدارس أهلية بالنجف لا تعد ولا تحصى، الأقضية والنواحي صارت فيها الأقضية والنواحي حاليا هي مدارس أهلية. ذاك اليوم صورنا بالليل كان هنا بالنجف، صورنا بالليل، يعني حقيقة أكو مناطق بالنجف جميلة جدا، و يبدو أنه مشاريع استثمارية كثيرة. شنو واقع الاستثمار هنا؟ واقع الاستثمار الآن يدخل في خندقة المصالح. الاستثمار مو أي شخص يقدر يحصل مثلا قطعة مثلا معينة يستثمر بها أو يبني بها. ليش مو المفروض يقدم الهيئة الاستثمار هنا بالنجف حسب الضوابط ويشتغل ويقدم خدمة جيدة لقاء حسب القانون اللي يتفقون عليه؟ تمام، الهيئة مال الاستثمار بالنجف عندما يطرح مثلا شخص او مجموعه مشروع معين توضع له صعوبات وعقبات جدا صعبه، بينما غيره من تجي مثلا بتوصيه او يجي بامر معين، هذا لا، هذا يذن العقبات يذن الامور كلنا. احنا ما نقدر نقول هيك استاذ، ليش؟ لان اي شخص مو موجود من هيئه الاستثمار فاحنا ما نقدر نقول هذا، ربما لا هذا الشخص هذا الامر هسه انا فرضت، انا ما فرضت واقع، انما هذا واقع موجود. احنا ما نحاول انه هو احنا حق الرد مكفول، ولكن حقيقه احنا نتمنى مشاهدي الكرام اخوتنا في كل اجهزه الدوله من ضمنها هيئه الاستثمار انهم يسهلون عمل كل الاخوه اللي يريدون يقدمون منجز على مستوى كل الاختصاصات، بغيه تغيير وجه المحافظة مو بس بالنجف، قلنا في كل المحافظات. ليش؟ لأن القطاع الخاص داعم حقيقي لجهود الحكومة، وهذا اللي قاله السيد رئيس الوزراء المحترم الأستاذ محمد الشاعر السوداني. الواقع الأمني شنو وضعنا؟ والله الواقع الأمني مثل ما تقول جيد مقارنة بقية المحافظات، الواقع الأمني جيد، لكن أكو بعض الثغرات. مثل شنو؟ بعض الثغرات مثل جانب المخدرات او المؤثرات العقليه، يعني هذا الجانب موجود، تعاني من اغلب المحافظات، منها محافظه النجف. اذا انتم امام مهمه كبيره،
تحتاج إلى قرارات شجاعة تشرع في مجلس المحافظة، وأيضا بغية تطبيقها من قبل المحافظة، وتحقيق وضع أمني استثماري تربوي صحي تعليمي في كل الأروقة من أجل الحفاظ على وحدة أبناء الشعب العراقي وليس فقط بالنجف. أنا أتمنى لك كل التوفيق أستاذ. الله يسلمك. إن شاء الله ربي يتحقق نجاح كبير. ما أدري تقول شيء للناخب يوم 18-12 ما ضل شيء. إن شاء الله ندعو من الله ومن ندعو من الله التوفيق والسداد، وإن شاء الله إن كان إحنا أو غيرنا إذا ما شهد مجلس معنا نسأل الله أنه يسددهم ووفقهم في خدمة أبناء محافظة النجف الأشرف وخدمة هذه المدينة اللي عانت ما عانت في المجالس السابقة. نسأل الله التوفيق لهم جميعا ولنا في هذا المعترك الانتخابي، والتوفيق إن شاء الله للجميع. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا. الله يحفظكم. إذن مشاهدين الكرام انتظرونا بعد هذا الفصل. أهلا بكم جديد مشاهدين الكرام. مثل ما تشوفون إحنا بحي الأمير بالنجف الأشرف. طبعا هذا الحي يكون موازي بالضبط وقريب على ساحة الصدرين. لما تكون الشوارع نظيفة الرئيسية، يعني انتبهوا على الشوارع الفرعية، هذا شارع سايدين ويبدو هنا أكو دوائر إلى غير ذلك، وده تشوفون هذا المنظر قدامكم، يعني مو صحيح بصراحة، مو صحيح. دائما أتمنى من الأشخاص المسؤولين في كل دوائر الأمانة وكذلك حتى بالدوائر الأخرى أنه يهتم، شيل تليفونه يخابر على أبو البلدية يقول له يا بتعال هذا الشارع ليش هيك، ليش مو نظيف، ليش ماكو حاويات، وين الحاويات، ماكو. سواء واحد يقول لا أكو لي قدام ما ليش هيك. وعتبي أيضا على أخوتنا يعني المواطنين، أيضا المفروض يكون لهم حس في أنه أنا مو بس أنظف قبال بيتي، يعني شوية أكون عندي شعور بالمسؤولية عالي. يعني هذا بلدي وطني، لازم يكون نظيف ومرتب وكذا، وأساهم ولو بجزء بسيط. ما علي يعني بجاري يريد يذب ما يذب، ما علي، على الأقل أني أروي أنه أنا دا نظف، فهو من يشوف أنه هو يستحق وينظف وهكذا. بالإضافة إلى دوائر البلدية مثل ما قلنا يشتغلون ويجون يشوفون، يعني هاي حقيقة مع الأسف. زين، جينا لهنا حتى نلتقي بمرشح آخر ويعرفنا عن نفسه هو منين وشنو اختصاصه وش يريد يسوي. السلام عليكم استاذ، شلونك؟ شلون صحة؟ مرتاح ان شاء الله؟ الله يخليك، الله يحفظك، مرتاح ان شاء الله. يا مرحبا، الله يخليك. ممكن تعرفنا بنفسك وايضا تسلسلك ورقم القائمة؟ الله يحفظكم. الاستاذ التربوي عبد الحسين عبد الجواد صاحب حمزة الحشيمي، مرشح ضمن تحالف ابشرية عراق 143 تسلسل 29 عن محافظة النجف الاشرف. شنو اختصاصك استاذ؟ اختصاصي بكالوريوس إدارة تربوية ومدير مدرسة حالياً. أها. الله يحفظكم. مدير مدرسة. نعم. هو تربويين مقدمين انتخابات مجالس المحافظات، برأيك ليش؟ من أجل النهوض بالواقع التعليمي. لأن كون اختصاص تربويين مهتم، يعني اهتمام مباشر بالتعليم والنهوض بالتعليم. جيد. لأن تدري بعد الواقع التعليمي هو الأساس المجتمع التعليم. وبما أنه أنت مدير مدرسة فأكيد عندك معاناة من نوع آخر. هذا المجال أكيد. من اجل النهوض بالبناء المدارس والقضاء على لحظه الدوام. قبل النهوض بالبناء المدارس، 1/10 بديت الدوام اكيد. من بديت الدوام شنو كان انطباعك؟ 1/10 بدايه الدوام حقيقه انصدمنا ب 1/10 مدارس مهدمه، 1/10 مدارس مهدمه، قرقاسيه ماكو، كتب مدرسيه مناهج ماكو للطلاب، التسوية بدأت التسوية وحركة الملاك التعليمي بداخل. ممكن توضح معنى التسوية يعني شنو؟ التسوية يعني مثل ما معروف عند الأخوة عند البعض، التسوية هو حركة الملاك، بدأت كل سنة يصير حركة ملاك، وهذا الشيء حقيقة يربك العملية التربوية. نقل معلم، نقل مدرس، نقل عامل إلى آخره من الحركات التسوية. فشوف مدرسة بها شاغر، مدرسة بيها فيها. زين، هاي التسوية والحركة النقل للأساتذة والمعلمين المفروض شو وقت تصير؟ بداية الدوام، قبل بداية الدوام بفت شهرين، لو شنو؟ أكيد يعني يكون بداية الدوام شهر شهرين على الأقل، حتى 1/10 مستعدين كمدارس مهيئة من كل شيء، من ملاكات، من كتب قرطاسية، كل ما عدا يجي الطالب في مقعد الدراسة يجي مجهز
يعني وروحه المعنوية مرتفعة من يجي يلقي على مقعد الدراسة يقعد يلقي الجنطة مالته بها الكتب والقرطاسية ومخصص واقع الحال شي يقول واقع الحال احنا ما عدنا هذا الشيء ما موجود وزعت كتب كتب أنا مدرسة ما بيها مدرسة بيها أنا ما عندي كتب صار تقريبا 8 سنوات نستنسخ أنا مدرسة هسا استنسخ كتب وكل المدارس هاي وين بالضبط وين هاي مدرسة هسا عندي مدرسة طارق التعليم المسرح في قضاء المشخاب كتب ما عندنا ناشدنا العتبة ناشدنا وزارة التربية قسم المحو الأمية بنريد كتب ماكو كتب تشوف أغلب كم طالب عندك أنا عندي تقريبا حوالي 180 طالب كم مسرع مسائية راح يجي نص سنة وكتب ماكو كتب ماكو رجعنا شلون مشيتوا الدرس لعد مشينا درس على الاستنساخ أنا والملاك التعليمي وياي بادرنا بالاستنساخ وتوفير الملازم يعني أنت تستنسخ احنا نستنسخ احنا على نفقتنا الخاصة كذلك كلفت والله احنا كلفتنا الاستنساخ على كل ملزمة كل طالب يعني تقريبا 4000 دينار تكمل المنهج كله لو شنو المنهج كله 6 مواد يعني ابو المكتبه مساعد ويانا بهذا المجال واحنا الحمد لله والشكر بدينا خدمه وبدينا من ناحيه العمل الانساني بهذا المجال فاستنسخنا على فقدنا الخاصه من اجل التعليم يستمر زين وضع المدرسه شنو وضع المدرسه كرفانات مدرسه الطارق كم كرفان كم كرفان عندي تقريبا 8 كرفانات مدرستي 8 كرفان كلها كرفانات كل كرفان كم طالب يعني كل 30 طالب كل كرفان 30 مؤسسه يستوعب بهذا الكرفان الصغير لا ما يستوعب يعني تشوف الكرفان مخترق يعني زحمه كلش وتشوف المعلم والطالب ما عنده بيئه خاصه يتلقى بها التعليم بشكل صحيح شوف مقاعد جلوس يرثى لها الكرفان لا مروحه حتى المراوح الموجوده يمنع استخدام المراوح التوشيبة اريد البديل ماكو بديل وهذا شيء صعب على طلابنا وابنائنا طلاب انا طلاب مدرستي خرجت المحامين الاساتذه التربويين بكل المجالات من مدرستي في دوائر الدوله كلها مدرستي كمدرسه الطارق يعني متعول على مجلس الاباء انهم يتبرعون في سبيل انهم مثلا يساعدوكم تدري امكانيه مجلس الاباء هو اغلب طلاب العد بالمسرع طلاب من ذو الدخل المحدود عوائلهم شوفه كاسي بشوفه كذا ما قدر يوصل مدارس حكومي يعني الصباحي فرسوب عده وتكرر اجي المدارس المسائية قالي شنو دفعك انه تقدم انتخابات مجالس المحافظة من اجل اقدم الخدمة اول ما اكون خادمة للناس في مجال التربية والتعليم مجال التربية والتعليم انه هو بالمدارس بناء مدارس يعني شو تسوي مثلا شو تسوي بناء مدارس وبعد يعني شنو تسوي مطابع مثلا تتفق ويا اكيد وجهات معينة عندها مطابع حتى في سبيل انه تحاول انه توفر الكتب قبل فترة من بدء الدوام الرسمي لكل مدارس النجف لو شلون اكيد نوفر الكتب التنسيق والمطالبة إن شاء الله مستقبلا عند توفيقي مجلس المحافظة بإنشاء المطابع تكون في النجف توفير الكتب والمطابع نأكد عليها تأكيد يعني مهم يكون نستقبل العام الدراسي والكتب عندنا فيض موجودة في المخازن مو احنا مخازننا فارغة 11 مخازن ماكو كتب ماكو إلى آخره فاحنا من هدفي مجلس المحافظة إن شاء الله التوفيق لله سبحانه وتعالى أطالب أكون مطالبين بالنهوض بالواقع التعليمي الحكومي لأن إحنا ما نلتجئ إلى المدارس الأهلية ومدارس كذا زين أنت القطاع الخاص مي خالص قد راتبك أنا راتبي 800 دينار كيفيك 800 الحمد لله الحمد لله والشكر لله يعني ماشي إن شاء الله نقدر هو صحيح سلم الرواتب إحنا عندنا بالتربية والتعليم بحاجة إلى تسوية في بقية الوزارات الموجودة التعليم أهم ويكون سلم الرواتب للأخوة الموظفين بقطاع التربية يكون أعلى من بقية الوزارات لأن التربية والتعليم هي أساس المجتمع حتى ما يأخذ خصوصي حتى ما يدخل على الخصوصي ما يدخل على كل المجالات حتى يكون عنده عمل صحيح مرتاح مثل ما بقية الدوائر كل ما يصعد الراتب بالشكل الصحيح بعد الأستاذ يبدع بالصف يقدم ما يرضي الله ورسوله وإن شاء الله أساتذتنا وتربوينا ما مقصرين بهذا المجال عندك وسائل تعليمية حتى تقرب المادة متوفرة عندك بالمدرسة الكرفانية لا ما عندنا مختبر ما عندنا نفتقر إلى مختبر في المدرسة ماكو مامات على نفقتنا الخاصة بنيناها على المدرسة كاملة مدرسة الطارق للتعليم المسرع بنت على نفقتي أنا والبلاك التدريسي إحنا رحنا بسنة 2018 وكل يدرون بها أهل المشخاب يدرون ونجف هم كذلك يدرون خطوة خطوة بنينا مدرسة من لا شيء شو اللي يدفعك انه تدفع من جيبك فلوس
لخدمة، خدمة المجتمع، خدمة الناس، أولادنا، طلابنا، إخواننا، من أشوفهم بضع يعني محتاجين إلى وقوف وياهم، أوقف لهم مثل ما نوقف مع المواكب الحسينية. إحنا كل إحنا من خدمة الإمام الحسين عليه السلام، والمدرسة أهم بصراحة، إذا كانت متوازنة تكون أهم من الموكب وأهم من الجامع وأهم من أي شيء. لأن المدرسة أساس التعليم، الطالب من يكون يتعلم يعتبر لله سبحانه وتعالى صدقة إلا تكون جارية. وكذلك الملاك التدريسي أشكرهم وقوفهم وياي ب 2018 وإنشأنا مدرسة، وحاليا بها مدرستين، مدرسة الطالق التعليم المسرع ومدرسة الأنجم الزاهرة، ونقذنا مدرستين في قضاء المشخاب من دوام ثلاثي، ثلاث دوامات بها، هسه حاليا هم دوامين وإحنا دوامين وصار التسوية. فإحنا نحتاج إلى بقية المدارس تنهض ونقضي على الدوام الثلاثي، لأن بصراحة الدوام الثلاثي يحطم التعليم، المعلم بعد ما يقدر يوصل مادة في خلال الساعة. زين، أنت قلت لي أنا من المشخاب، تمام؟ نعم. عنبر المشخاب شو أخباره؟ والله عنبر المشخاب هو هذا الصيت وصل لكل الدول، ولكن مع الأسف أكو محاربة خاصة صارت على القطاع الزراعي كوني ابن فلاح من المشخاب، محاربة بالشحة المياه. شحة المياه حقيقة وصلتنا إلى زراعة المشخاب، فقدت عنبر المشخاب سنة عن سنة قاعد يفتقد في المشخاب وفي العراق كافة. دول كانت تجي تأخذ من عندنا من العراق عنبر، والآن العنبر بالمشخاب ما موجود، فهاي مأساة. فإحنا إن شاء الله من يزرع هسه فقط على ضفاف نهر الفرات بالمشخاب، فقط المكانات الأرض الأراضي الزراعية الموجودة بالمشخاب والقريبة على نهر الفرات هي التي تزرع بمساحات قليلة، ولكن المساحات الواسعة، ناسنا، وادمنا، طبقة الفلاحين المعتمدين على الزراعة، مع كل الأسف باقي لا معين لهم، لا راتب، لا تعويضات بالشكل الصحيح. تمن العنبر؟ والله تمن العنبر صعد فوق 4000، 3500، 4000 هذا العنبر صار، وما افتقده وين العنبر؟ نوعيته جيدة؟ مشخاب، عنبر المشخاب قلت لك دول هسه كانت تستورد من عندنا دول، والآن احنا المشخاب ما بيعنبر. فاحنا ان شاء الله نكون المطالبين والداعمين للزراعه وترجع عنبر المشخاب وزراعه المشخاب، وان شاء الله ترجع لمجاريها باذن الله تعالى، وان شاء الله نسال الله. شخص متفائل ان شاء الله، نتفائل بالخير. احنا قائمتنا ابشر يا عراق، وان شاء الله البشره موجوده. ليش ابشر يا عراق؟ ابشر يا عراق هي بعد احنا نكون العراق عانى معاناه في السنوات الماضيه، الان احنا نريد هاي النخبه الاخوه المرشحين عفوا ضمن قائمه ابشر يا عراق، أخوة كفؤين شباب لهم مستقبل، لهم رؤية بالنهوض بالواقع الخدمي والاجتماعي والزراعي والصناعي والتربوي والصحي، هذا كله بحاجة إلى نهوض به. هذا قدام النجف، وهذا أحد أحياء النجف الأشرف، حي الأمير الآن يفتقد إلى أبسط الخدمات وهي البلديات، آليات قليلة ما عندنا، وضع كله يعني شوف أنت وضع يعني بحاجة إلى هاي النفايات الموجودة قدام الشاشة وقدام الإعلام، تشوفوه وصوروه شوفوه. ليش هذا حي ماكو خدمات، ماكو بلديات، ماكو موظفين؟ هذا كله محارب وكله حقيقه بحاجه الى دراسه. رشحت لمجلس المحافظه لاكون جهه رقابيه على دوائر الدوله ومحاسبه المقصرين من دوائر الدوله ومسانده ودعم الدوائر الناجحه، نحط يدنا بايديهم، والدوائر المقصره لا بالله نحط اصابعنا في عينهم، لان هذه مدينه امير المؤمنين عليه السلام، مدينه الامام علي، تقصدها الزائرين من كل الدول العالم ومن الأقضية والنواحي، وإن شاء الله تكون أمانة في أرقابنا بإذن الله تعالى. الله يحفظك. برسالة أخيرة، شو تقول للناخب العراقي خصوصا المواطن النجفي يوم 18 12 ما بخش؟ والله وصيتي إن شاء الله أقول للأخوة الناخبين في النجف الأشرف، صوتك أغلى، اعطي صوتك، اظهر يوم 18-12 للمراكز الاقتراع، وأدي بصوتك للشخص التي تشوفه ناجح، الشخص اللي يشوفه يبدع ويقدم خدمات لهذه المدينة، مدينة النجف، مدينة الإمام علي عليه السلام تستحق. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الناس كلها بالخروج بدون تردد، بدون تردد. سلام ورحمة الله. بدون تردد تظهر الناس وتقدم أصواته للناس النزيهين والكفؤين للنهوض بهذا الواقع. كفانا 20 سنة بقينا بدون أي تطور، إحنا كل هسا العراق حقيقة يستحق، المدينة النجف تستحق، حفريات حاليا، وضعية الخدمات تعبانة، بحاجة إلى أكثر. فأتمنى من الأخوة الناخبين التوجه
يوم 18/12 إلى صناديق الاقتراع وأدلاء بأصواتهم للشخص النزيه والشريف اللي عنده مخافة الله سبحانه وتعالى، لأن صوتكم أمانة في أرقابكم، اعطوا لمن يستحقه. وإن شاء الله أنا أكون عند حسن ظنهم بإذن الله تعالى. أتمنى لك كل التوفيق. الله يحفظك أستاذ العزيز، الله يحفظك. إذن مشاهدينا الكرام، في ختام هذا الجزء من هذه الحلقة راح نلتقي بشخصية أخرى إن شاء الله بعد هذا الفصل. أهلا بكم الجديد مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من حلقة برنامج أبشر. شخصية أخرى، باحث اجتماعي، حقيقة هذا الموضوع أنا كلش أهتم به، على اعتبار أنه باحث الاجتماعي له دور كبير في كيفية التعامل ويا الحالات اللي يشوفها، هو اللي قرر أنه هاي العائلة تحت مستوى خط الفقر إلى غير ذلك من الأمور، أنه هذا الشخص فعلا بيته يستحق ما يستحق. فراح نسولف وياه ونتعرف عليه ونعرف هو شنو طموحه وأماله في تغيير وجه المحافظة، ربما من الناحية الرعاية الاجتماعية، ما أعرف بعد شنو فكرة، ما أدري، خلنا نتعرف عليه. السلام عليكم صاحبي. السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحة مرتاح إن شاء الله؟ الله يخليك، الله يحفظك. ممكن تعرفنا بنفسك وتسلسل ورقم القائمة؟ إني الباحث الاجتماعي سمير ناهي العياشي، أحمل التسلسل رقم 7 ورقم القائمة 143. أبشر يا عراق. أشرف بك. أنت خريج شنو؟ خريج بكالوريوس علم النفس من الجامعة المستنصرية، وحاليا طالب ماجستير علم النفس. وتشتغل شنو؟ حاليا باحث اجتماعي. ممتاز. في وزارة العمل. فاختصاصك إجا نعم منسجم مع عملك. نعم بالضبط. بالتالي احنا عندنا علم النفس يمكن بالعراق مو كلش مهتمين به. في الآونة الأخيرة احتاجنا بالمدارس كمرشد تربوي، وزارة العمل كباحثين اجتماعيين لأنهم قريبين من الناس، يعرفون همومهم مشاكلهم، المشاكل الاجتماعية التي تواجه الأفراد، الباحث الاجتماعي يكون قريب منهم، لأن العلم النفس يدرس نفسية الفرد وكيفية التعامل مع المشاكل وكيف يدير أموره في الحياة الاجتماعية اليومية، فيكون قريب عليهم الباحث الاجتماعي علم النفس. سعت وزارة العمل أن يكون الباحث الاجتماعي فقط اختصاص علم النفس ليكون قريب من المجتمع. زين أنت من تجيك فد يعني تطلع على مجموعة من العوائل، نعم، شلون أول ما توصل للبيت شلون تتعامل وياهم وشلون تحدد إنه هاي العائلة فعلا محتاجة إلى راتب رعاية؟ أول خطوة يقوم بها المواطن هو تقديم استمارة إلكترونية عن طريق البوابة التي تفتحها الوزارة، بعد ذلك يقوم الباحث الاجتماعي بالاتصال بهذه العائلة. بعد شقد؟ يعني بعد شهر تقريب من تقديم، فيقوم بزيارة ميدانية للمواطن لبيته. فهناك عدة خطوات يحكم من خلالها الباحث الاجتماعي على هذه الأسرة. مثلا يسأل أسئلة، شغلك، عملك حاليا، البيت اللي يسكن به يعني بناء قديم أو جديد أو حديث، الأثاث داخل البيت، فإحنا نأخذ مراعاة الظروف الاجتماعية بالعراق. صحيح أكو عوائل عتها بيت مرتب هذا، بس ما عتها قوت يومي، فكل عائلة نحكم عليها من خلال هذه الظروف، عدة عمل أو سيارة هذا ما يستحق. زين إذا كانت سيارة مثلا موديل 2010، إحنا حددنا وزارة العمل حددت 2011 وفوق الموديل هذا لا يستحق للرعاية الاجتماعية، دون 2011 مستحق لأن موديل قديم. بعد شنو؟ إذا عنده تلفزيون، ثلاجة، ربما مجمدة. هذه التلفزيون والثلاجة المجمدة ما يسوون شيء بالنسبة للمواطن. أغلب الناس اللي جاي نطب لها تعطيها المؤسسات مساعدة، الثلاجة، التلفزيون، المبردة، يعني مساعدات هو ماخذ، فهذا مو معيار
اللي تحكم على الناس. بالتالي اكو تسهيلات يعني افهم كلامك. اكو كلام. تسهيلات ان شاء الله من قبل الباحث الاجتماعي. شنو اصعب موقف مريت به؟ والله هي المواقف كثيرة. بس موقف من المواقف مريت به مشيت العائلة كشف باحث اجتماعي. فجبرني رب الأسرة بأن أفتح الثلاجة. فتحت الثلاجة فلقيتها فارغة من كل ال... كل شيء ما بيها. كل شيء ما بيها يعني. أنا ببالي هو بيته يعني شوية مزين، قلت أشم له ولا. ففتحت الثلاجة بعد أني استسلمت. فحلف لي هو قال هذه أني ثلاجتي ولا طلعت من عتها شيء ولا هذا. هذا الموجود وأنا جيته مباغتة للعلم. من تروح يعني ما تقول لهم. اي ما محضر هو نفسه حتى نقول فرغ ثلاجة او فش. وها تجي على العنوان اللي هو كاتبه مو؟ على العنوان موجود عندنا نسحبه احنا بالقائمة. ومواقف كثيرة. بعد موقف اخر. موقف عائلة تعاني من الامراض المزمنة. واليوم الجرعة مالتهم. وما عندهم يعني اللي المبلغ اللي يجيبون به هذا الجرعة. ومرض مزمن يعني. فمن طبيت لهم والدتها قالت لي، قلت لها انا الباحث الاجتماعي وجاء، قالت خاله هسه انا ما عندي فلوس حتى اجيب هاي فلوس الجرعه، وانتم جايين تركضون ورانا الباحثين الاجتماعيين وهذا يعني. هذا هم موقف صعب. تركضون ورانا؟ يعني باعتبار احنا جاي نشوفهم مستحقين ولا بالبيان السنوي. على اعتبارهم يعني يتقاضون الراتب الرعاية. يعني يتقاضون الراتب الاجتماعي. وظروف كثيرة مريت، أنا باحث اجتماعي مدة 9 سنوات. يعني والناس تشهد لي ومنطقتي. والدي الله يرحمه يعرفني بالقرآن بأن ما ارتشي ولا أكل حرام ولا أخون دارتي. ومن ذاك اليوم لها اليوم أنا المصاريف اللي هذا من جيبه أطلع الحوائل العصر بالليل حسب فراغتي، مرات الصبيح. وتشهد. ماكو سيارة توديك وتجيبك من الدائرة؟ لا لا، كنا سيارته الخاصة. من تروح أنت كباحث والمفروض تروحون من سيارة الدائرة؟ هم يحسبون أجور. إيه؟ للباحثين الاجتماعيين. إيه؟ فإحنا سام يعني الأجور صار 5 أشهر ما مستنين. كل الباحثين. شقد يحسبون أجور؟ يعني يحسبون للعائلة 2500 للطلعة الوحدة. للطلعة. يعني التقاطع لك 5 كيلوات أو 6 ب2000 دينار. 2500. بس انت مع ذلك تقول لا اني اروح. لا هاي ما يهمني وما مستلمهم. صار 5 أشهر. احنا مو بس انا، حتى اخوتي الباحثين البقيه هم يعني مبالغ من رواتبهم ياخذونها. شلون بدي اشوف عمل الوزاره دي تشتغل بشكل جيد؟ كل الملاحظات المؤشره انه بدي تشتغل بشكل جيد، ومنصات وقروض الى غير ذلك من الامور. والله هي الوزاره يعني وين نسبه البطاله جيده. اغلب العراقيين يسعون للراتب. يعني تدرون انتم حاليا هسه عندنا اكثر من 1000 مصنع معطل. عندك حلول لموضوع البطاله؟ احنا والله اني يعني برايي نشغل المصانع. وهاي الشباب نحتويها. مصانع الدوله والقطاع الخاص ولا بس الدوله؟ مصانع الدوله حكوميه وتشغيل الايد العامله العاطله. يعني كفى استيراد. احنا عندنا خيرات، عندنا طاقات، عندنا شباب، واحنا نشتغل بدينا. يعني احنا اغلب اللي الموجود عندنا بالسوق هو استيراد. كل استيراد. اغلب استيراد صحيح. فعوائلنا بهذه الحاله اتجهت لمن؟ للرعايه الاجتماعيه. زين، في اي لجنه تشوف نفسك من لجان مجلس محافظه النجف؟ انا اقرب شيء لي كوني باحث اجتماعي هي لجنه الرعايه الاجتماعيه. واسعى الى شمول اعداد كبيره من العوائل تحت مستوى خط الفقر. كوني على تماس. هواي عندنا بالنجف تحت مستوى خط الفقر؟ يعني هو بعموم العراق هواي. بالنجف اكو عوائل كثيره يعني. وين تحديدا؟ بالمركز لو اطراف؟ يعني اكثر شيء بالاطراف. بالاطراف. اي. لان هم معتمدين على الزراعه ولشحات المياه منذ 3 سنوات. اتجهت الناس للراتب الرعايه الاجتماعيه.
وكذلك نسعى إلى تطوير التعليم، التربية والتعليم. هناك مدارس يعني ثلاث أوقات للدراسة، الصبح والظهر. زين، حملتك الانتخابية شلون تعاملت بيها؟ شلون روجت عن نفسك؟ ما لقيت صعوبة كوني باحث اجتماعي مدة 9 سنوات في مناطق تعرفني الناس، متعامل وياها أغلب الأحيان يعني ببيوتهم، أقعد وياهم أشعر معاناتهم، عايش وياهم مدة 9 سنوات ما لقيت صعوبة أبد. فتسويق نفسي بسهولة، عايش معاناتهم. زين، أنت صار لك كم سنة موظف؟ 9 سنوات باحث اجتماعي. حصلت قطعة أرض؟ للأسف لا. ماكو. شو تقول للناخب اللي المفروض يطلع ينتخب يوم 18-12؟ ما ظل شيء. والله أنا أشد على المواطنين، على أيديهم، بأن يطلعوا وأن يغيروا، أن يدلوا بأصواتهم، وهذه أصواتهم أمانة بأيديهم، واليد الوحدة ما تصفق. مو يصعدون أستاذ سمير بس، أريد وياي بعد 14 نزيه، وأنا ال 15 ينتخبون محافظ نزيه، المحافظة تكون بأمان، وهذه مدينة أمير المؤمنين لها قدسية خاصة. أنا أتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك. عندك شيء تقوله؟ مولاي. الله يحفظك. وردة. إذن مشاهدينا الكرام، بعد ما تعرفنا على الأستاذ سمير ونتمنى له كل التوفيق أستاذ، وإن شاء الله يكون له حظوة في هذه الانتخابات ويحرز فوز ويضمن مقعد في مجلس محافظة النجف الأشرف، نتمنى له كل التوفيق أستاذ. الله يخليك. وأنتم مشاهدينا انتظرونا بعد هذا الفصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من برنامج إبشر. شخصية نجفية أخرى أيضا ربما تعرفوها، لها صدى إعلامي كبير خلال فترة طويلة، كان يركز على مواضيع كثيرة اللي هي الفساد، التعليم، الصحة، يعني الكثير من المجالات اللي فضح الفاسدين، الكثير من المجالات اللي تمس حياة المواطن النجفي. بالتالي احنا اليوم جايين هنا حتى نتعرف عليه بصورة أقرب، نعرف ليش رشح لانتخابات مجالس المحافظات، وشنو مقترحاته، وشنو يقدر يسوي. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. الله يحفظك. الله. شرف أن نلتقي بك. كذلك لنا شرف. الله يخليك. نلتقي بكم. أريد تعرف نفسك للسادة المشاهدين واسمك وتسلسلك ورقم القائمة. علي عبد الأخضير كاظم عبادي العامري، تولد 1981، متزوج، حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الأبنية، حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة والفقه، والآن طالب في جامعة الكوفة كلية القانون المرحلة الرابعة. تشنت عسكري قبل؟ نعم، دخلت إلى وزارة الداخلية دورة المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، خرجت برتبة ملازم، وكملت المسيرة من ملازم إلى ملازم أول إلى نقيب إلى رائد، قدمت استقالة بدون تقاعد وطلعت من الخدمة. يعني هسه ما عندك أي راتب تتقاضاه من الدولة؟ لا، ما عندي أي راتب أتقاضاه من الدولة، بس عندي قضية المعتقل السياسي. بالتالي أنت شنو السبب الرئيسي اللي خلاك ترشح لانتخابات مجالس المحافظات؟ كنت أنا صوت خارج المنظومة الحكومية، وقدمت الكثير إلى أهلي وناسي والبلدي، ودافعت عن حقوق الناس، ورفعت كثير من المظلوميات عن الناس، وجبت كثير من الحقوق للناس، وقدرنا بطريقة أخرى نعدل المسار اللي حسب إمكانيتنا. فكثير من الإخوان قالوا لي ادخل لهذا المحترق وقدم للترشيح حتى تكون صوت وسلطة من أجل المجتمع. أنت شو اللي يدفعك أنه تقدم خدمة للمواطن؟ الله سبحانه عز وجل مكنني، خلى هذا الصوت دائما يصدح بالحق، ومن خلال هذا الصوت قدرت أنه أتمكن لقضاء حوائج الناس. شفت نفسي عندي هاي الإمكانية، فما بخلت بها على المجتمع، وصار عندي حافز ودافع كبير من أجل أنه أستمر لخدمة الناس. يعني أنت هذا شيء نابع من داخلك؟ الحمد لله.
طبعا احنا ايضا من خلال متابعتنا اليك يعني رصدنا الكثير من المواقف حقيقة البطولية، وبالتالي انت شخص جريء جدا وشجاع، وهذا يعني مو مدح وانما حقيقة. ما اعرف شنو قصة الاراضي بشارع الطوسي تشيك، ولو يعني في شيء مختصر حتى يعني المشاهدين الطلع. يعني اليوم احنا من واجبنا ندافع عن بلدنا، عن محافظاتنا المقدسة، وفي المقدمة عن مقدساتنا هي العتبة العلوية المقدسة. وصلني خبر عن طريق أحد الأخوان أنه أكو أكثر من 12 قطعة أرض ثمينة هاي محيط العتبة العلوية المقدسة، وإذني من خلال المعلومات التي توفرت أنه راح يتم الاستيلاء عليها، بل مطالبة العتبة العلوية المقدسة بدفع ثمن إذن القطع، وهن محالات من أكثر من 12 سنة للعتبة ينضمن للعتبة العلوية المقدسة. ولكن الفاسدين قرروا أنه يتم الاستيلاء عليهم بطريقة أو أخرى. فمن وصلني هذا الملف طلعت يعني بالشارع الطوسي وطلبت للناس أنه تقف ومن يكفل، لأن أكو كانت دعوة على العتبة العلوية المقدسة لتسديد هاي المبالغ. والحمد لله بتضافر الجهود والناس الخيرة الحريصة على المقدسات قلبنا المعادلة، وتم إعطائهم خلال 48 ساعة للعتبة العلوية بدون أي مقابل. شنو الأمور الأخرى اللي قدمتها للمواطن النجفي؟ يعني اليوم تدرون أنتم أكو كان سبب رئيسي لانهيار الوضع الأمني في وقت داعش، وكان أكو بعض الأشخاص هم اللي وقفوا على ساحات الاعتصام. فكان أحد الأشخاص بدون أنه نتطرق الاسم معروف وقضية معروفة إجا لمحافظة النجف، كان هو السبب الرئيسي في مقتل كثير من الشهداء وإصابة كثير من الجرحى وفجع كثير من العوائل. فمن قالوا دخل النجف أثار حفيظتي، والحمد لله كانت عندي الجرأة وبلسان الشرفاء والمخلصين قدرت أقف وقفة حقيقية وأبعث رسالة كل المظلومين بما فيهم الأبطال المجاهدين في الحشد الشعبي والشهداء الأبرار والجرحى والمعاقين وعوائلهم الكريمة. فكان إلي صوت ضد شخص اللي هو غدر العراق، والحمد لله هي الأمور كانت بالاتجاه أنه هو تضحية بحد ذاتها، لأن كان الموقف جدا صعب. وبالتالي أنت رايح إلى مجلس محافظة النجف الأشرف إن شاء الله، إن شاء الله تفوز، وبالتالي أنت راح تكون باحتكاك، وربما بعض الأمور أو الجلسات اللي تتطلب التصويت على قرارات معينة ما راح تنسجم ويا رؤيتك، راح تصطدم بهم. من المؤكد اليوم إحنا إذا دخلنا إلى مجلس المحافظة راح يكون عندنا صوت صادح حقيقي شجاع داخل مجلس المحافظة، باختيار المحافظ، باختيار مدراء الدوائر، برقابة الدوائر، وكذلك رقابة الجهات اللي تقدم للنجف. من خلال هذا العمل ومن خلال هذا الصوت نضحي من أجل هذه المدينة المقدسة، والصوت إن شاء الله سيكون مضاعف في مجلس المحافظة لإيجاد الحلول الحقيقية، لإيجاد التشريعات اللي تليق بالنجف وبأهل النجف. أنت سابقا استقاليت من مكانك، هالمرة هم راح استقال ناس بحاجة إلى؟ ما أعتقد راح نتخلى عن موقع مسؤولية كرمني به المواطن النجفي. وبالتالي أنت مستمر إن شاء الله قوة الله. وعديتوا برنامج انتخابي على شنو مركز؟ على شنو مركز أنت في هذه المرحلة؟ وين نقاط الضعف الموجودة هنا بالخدمات المقدمة أو في مجالات أخرى تحتاجها النجف؟ يعني أنا ضمن اختصاصي الأمني، القوات الأمنية تحتاج الكثير من الموقفات اللي من باب الدعم لها، تحتاج عندها حقوق مسلوبة. يعني أنا ضمن عملي الأمني إن شاء الله إذا الله وفقنا، ضمن عملي أولا نصرة القوات الأمنية لأن هم أصحاب الحق، وأمير المؤمنين يقول نعمتان مجهولتان الصحة والأمان، يعني أصحاب الفضل علينا، وهذا من واجبي تشريع قوانين تخدم القوات الأمنية. كذلك المحافظة، محافظة النجف الأشرف تحتاج وقفة حقيقية من المخلصين اللي راح يصعدون إن شاء الله إلى مجلس المحافظة
بتشريع قوانين تليق بمدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ليش اختاريت قائمة أبشر يا عراق؟ كل القوائم بدون استثناء تأخذ على المرشح تعهدات، أما خطية أو بصمة أو صكوك بمبالغ مالية كبيرة. قائمة أبشر يا عراق دخلت بيها بإرادتي بعد ما سألت عن القائمة، سألت عن الموجودين داخل القائمة، هم ناس أطباء أكاديميين خدمة الإمام حسين، وجوه جديدة غير مجربة، ومن خلال قناعتي الكاملة والتوكل على الله صارت عندي رغبة أدخل لهذه القائمة. وفوق كل شيء أنه ما طلبوا من عندي أي قيد أو شرط، سوى أنه تريد تخدم المحافظة تفضل، وهذا كلش مهم عندي كمرشح مستقل. شو رأيك بسماحة الشيخ الدكتور هما محمد؟ يعني شخصية سياسية تركت بصمة في السابق لخدمة هذا البلد. وأنا كان عندي يعني بصراحة معلومات دقيقة عن سماحة الشيخ، قدم فتشي مقبول لهذا البلد. ما تلطخت إيديه بالمثال كبقية السياسيين اللي أمورهم واضحة لدى العلم. وبالتالي ما قلت لي يعني أنت ركزت على الجانب الأمني، ماذا عن الجوانب الأخرى؟ الجوانب الأخرى إحنا اليوم من الوقفات اللي وقفناها لخدمة المجتمع من ناحية القطاع الصحي، عندنا مواقف مسجلة عند المواطن النجفي، القطاع التعليمي عندنا مواقف مسجلة، وبقية الدوائر اللي عاملة في محافظة النجف الحمد لله قدرنا نقدم فتشي هو إعانة الدائرة لتقديم الأفضل للمواطن النجفي، وبنفس الوقت مظلومية المواطن تصل بأسرع وقت للدائرة المعنية من أجل إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر. إن شاء الله إذا الله وفقنا لمجلس المحافظة من المؤكد راح نصير خلية نحل متكاملة مع الأخوة أعضاء مجلس المحافظة لتشريع قوانين تخدم دوائر الدولة، تخدم المواطن النجفي، تخدم أهل النجف، وإن شاء الله نتجه إلى الأمام وليس للرجوع إلى الخلف. تتفق مع من يقول المفروض رواتب أعضاء مجلس المحافظة والنواب أو الدرجات الخاصة يعني تكون شوية بها يعني وجهة نظر صحيحة، إعادة النظر بها مرة أخرى؟ يعني الكثير يطالب بأن تكون هذه الرواتب شوية متدنية قياسا بما يعني يحصل الموظف البسيط. نعم. 500 و600 ألف دينار. يعني بصراحة أنا من المطالبين بتخفيض هذه الأمور، والدليل زار النجف رئيس الجمهورية بالآونة الأخيرة وطالبت من رئيس الجمهورية تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة، وطالبت بتخفيض الدرجات الخاصة. يعني بصراحة ما أتكلم لأن صار شجار كلش قوي وأهل النجف يدرون، وبقية الأخوان بقية المحافظات هم شافوا المقطع. طالبت أنه تخفضون رواتبكم، ما من المعقول الراتب الإسمي مالتك 60 مليون دينار ويقعد المواطن العراقي يريد الصبح يتريق ما عند العيال بيضات أو خبزات. فطالبت بتسليم إيرادات النفط، طالبت بتسليم إيرادات المنافذ الحدودية، وبنفس الوقت يعز علينا إحنا كعراقيين ماكو فرق بين البصرة والأربيل والأنبار والنجف وكل المحافظات عزيزة علينا، هي محافظات العراق الغالي. طالبت أنه من يجي المواطن من أي محافظة من الوسط أو الجنوب خلي يدخل إلى المحافظة اللي هي أربيل أو كردستان، يدخلها بكل سلاسة مثل ما أنت الآن جيت دخلت للنجف. ما نريد حواجز وكأنما إحنا جاء ننتقل إلى دولة أخرى من خلال السيطرات والتهجم على العوائل العراقية من خلال بعض المقاطع، ليس الكل، أؤكد أنه البعض من عندهم يسيئون للزائرين من الوسط والجنوب وكأنما إحنا في غير دولة. كذلك الإجراءات المعقدة داخل السيطرات، فطالبت أنه هذن كلهن يلغن، ومثل ما أنا أحترم القانون يجب عليك أن تحترم القانون. طبعا احنا نتمنى لك التوفيق وان شاء الله تحقق مكاسب ممتازة خلال هذه الانتخابات. حملتك الانتخابية شلون تعاملت بيها؟ حملتي الانتخابية اعتمدت على باعتباراني شخصية عامة، قدمت للجمهور الكثير، اعتمدت على التواصل الاجتماعي، والنجف يعرف انه الدعاية الانتخابية مالتي هي متواضعة من خلال فقط الطرق الرئيسية المؤدية الى
المدينة القديمة، بقية الأحياء، أحياء النجف، الأقضية والنواحي، كانت يعني بصورة عامة مقبولة. احنا شفنا صورك بالفليكسات وكذا، ملابس قاط وهيك شيء دشداشة. ردت أكثر الراتين لأن عندنا المرشحين الآن كلها لابسة قوط وكلها إجتي الآن تريد تخدم النجف. فالنجف يعرف وأهل النجف يعرفون من اللي قدم، من اللي ضحى، من اللي كان صوته شرس وشجاع اتجاه الباطل، اتجاه الفاسدين، وقدر يقدم المحافظته. فنسأل من الله التوفيق. أنت شجاع علي العامري، من شنو يخاف؟ من الله وأهل البيت فقط. والفاسدين؟ أبدا، اللي طبطبت الوقوف بوجهه رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، واللي وقف على ساحات الاعتصام ووصل العراق للمتاهة، وغيرهم من المسؤولين وزراء، ما أعتقد يخاف. زين، في ختام هذا اللقاء أني أتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. إن شاء الله تحقق مكاسب جيدة وأتمنى لك الخير. وحقيقة يعني إحنا سوينا حلقات كثيرة في المحافظات العراقية اللي قدرنا يعني من خلال تعرف الوقت كان كلش ضيق، في بابل وفي واسط وفي بغداد وفي النجف الأشرف، ومعاناة كثيرة يعني منها المواطن العراقي على مستويات كثيرة، مجالات كثيرة، التربية، يعني شو تريد تقول؟ أكو معاناة، ما أعرف. إحنا نريد ناس تخطط، ومو بس تخطط، تخطط تخطيط استراتيجي صحيح وتنفذ بكل حب. والمواطن يستحق، لأن قدم وضحى وانتخب وإجى الوقت اللي حقيقة من خلال دور رئيس الوزراء المحترم الأستاذ محمد الشيعة السوداني دا يشتغل بطريقة تختلف تماما. نتمنى له أيضا كل التوفيق مشاهدينا الكرام. فهاي فرصة ذهبية أنه يستثمرها المواطن حتى يطلع ينتخب. فش تقول للمواطن العراقي؟ أقول توجيهات سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، أنه على المواطن أن يشترك بالانتخابات، ولا سبيل للمواطن سوى صندوق الانتخابات. وبنفس الوقت أحث المواطن النجفي بل المواطن العراقي على الإقدام والمشاركة الواسعة بالانتخابات من أجل التغيير الحقيقي، وليس اللجوء إلى الفوضى والعنف، ولا سبيل إلا الانتخابات في قضية التغيير. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. الله يحفظك. وأنتم مشاهدين الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الأخير من حلقة برنامج أبشر. بالتالي إحنا اليوم كنا في مناطق كثيرة، بدءا من الكوفة، منطقة البعيسة، انتقالا إلى حي الفرات، حي الأمير، وصلنا إلى حي الثورة. ثورة، شخصية عراقية أصيلة عشائرية، أيضا مقدم إلى انتخابات مجالس المحافظات، فراح نتعرف عليه. طالب تطولها عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونكم عيوني شيخنا؟ شلون الصحة؟ مرتاح إن شاء الله. الله يحفظك. حياكم الله. أريدك تعرف نفسك للسادة المشاهدين والتسلسل ورقم القائمة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اسمي فلاح حسن ظاهر عبد الغزالي أبو ثائر، مرشح ضمن قائمة تحالف أبشر العراق، تسلسل رقم القائمة 143، تسلسلي 17. ليش تحديدا هاي القائمة أبشر يا عراق؟ احنا نشوف، نرى ان في هذه القائمة تلبية طموحات الناس، يعني تلبية طموحاتهم، حاجاتهم، مشاعرهم، يعني تلبي كل ما يحتاج المواطن من هذه الأمور اللي فعلا تبني مواطن وتأسس إلى دولة كريمة. بالتالي احنا أول ما دخلنا عليك تعرف يعني النجف ما شاء الله صار كبيرة بشخوصها، وكبيرة بمواقفها، وكبيرة بوجود الإمام علي عليه السلام، بالإضافة إلى مقبرة وادي السلام وكل الخيرين والشيوخ، وكبيرة في عطائه. فما قدرنا نوصل لك بسهولة، لكن ويا دخولنا كان أكو مجموعة من الشيوخ و الشباب، ظاهر اكو كان عندك مؤتمر ندوه. نعم. فما اعرف ايش حكيت وياهم، ايش قلت لهم، ايش قالوا لي؟ والله احنا ندواتنا مستمره مع شبابنا، مع شيوخنا، مع ابنائنا، مع معارفنا، واليوم ندوتنا مع الشباب خاصه ومع
أبناء منطقتنا بشكل عام. إحنا من نلتقي ويا ناسنا ننقل لهم برنامج انتخابي ونعرفهم بأنفسنا، والهدف إنه إحنا من رشحنا انتخابات رشحنا حتى نخدم الناس، ودائما نثقف الناس على أنه ينتخب الإنسان النزيه، الإنسان اللي يراه فعلا يمثله بصدق وبأمانة. ولقاءاتي مع الناس دائما أقول لهم اللي ينتخب خلي يسأل، لا ينتخب عمياوي ولا ينتخب تأثير أو عواطف معينة، خلي ينتخب يسأل يتعرف يتأكد يتيقن ذاك الوقت حتى يكون تصويته يكون بأمانة، لأنه مسؤول أمام رب العالمين ويبري الذمة أمام الله سبحانه وتعالى أنه ينطي صوت الإنسان يستحقه، ما ينطي صوت أي واحد حتى لو كان قريبه حتى لو كان صديقه حتى لو كان أقرب الناس له. هو ما عنده مساحة واسعة، يعني معروف خشاد بكذا لكنه مساحته محدودة، فلا يضيع صوته. وأيضا دائما نثقف الناس على أنه يجب أن يكون تصويته وإيداع هذا الإصبع اللي غمسه بالحبر وينطيه للمرشح يجب أن يكون بتأكيد ويقين أنه فعلا يستحق هذا الانتخاب. زين، شنو اللي دفعك أنه أنت تقدم الانتخابات مجالس المحافظات؟ والله دفعني أنا أولا معلم جامعي مستقل خريج كلية تربوية مفتوحة بكالوريوس عربية. اللي دفعني هو أن أرى أنه في هذا التحالف أنه خدمة للناس، خدمة لأبناء بلدي، خدمة لأبناء مدينتي، وخدمة لإمامي أمير المؤمنين الذي يعتبر عنوان ويعتبر مدرسة ويعتبر هو إمامنا، وعايشين إحنا في ظل هذا الاسم العملاق، الاسم الذي هو صهر الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي اليوم بالنجف اكو فقراء؟ فقراء هواي النجف بالفقراء، يعني الفقراء احنا الان الفقراء كلها تحت العباء مغطايه. لو كشف الغطاء عن الفقراء لوجدنا انه 60 إلى 70% فقراء بالنجف. 60 إلى 70% فقراء بالنجف كلهم الان مهمشين ضائعين، عايشين في ظل القبور وعايشين في ظل المساكن التنك ومساكن العشوائيات. نعم. بالتالي يعني خليت في بالك مثلا وانت مار من يوم عشوائية انه لازم نلقى حل لهاي العشوائيات، الكارثة المحافظات العراقية مو بس النجف، مو بعيدة. اذا كانت العمل عمل بصدق وعمل بنية مخلصة وجماعي، عمل جماعي وعمل فعلا يكون هدفه تحقيق السعادة للناس، مو بعيد أن يصحح المسار، يعني يتغير من مسكن بسيط مسكن عشوائي إلى مسكن مستقل. بس على كل تقدير بناء بيوت واطية الكل إن شاء الله، هذا تفكيرنا وبرنامجنا. إحنا هو هدفنا هو الفقير، هدفنا سعادة الفقير وبناء مجتمع متكامل متكافئ، يعني تحقيق فرص عمل يكون مرفه، مدارس يكون، يعني البنى التحتيه كلها الان معدومه، كهرباء، ماء، خدمات، صحه، مدارس. الان احنا نعيش في ظل أسوأ حاله انا اسميها، وهي الكليات والمدارس الاهليه اللي الان الابن الفقير مهمش ما يقدر يواصل تعليمه بشكل صحيح، لانه المدارس كلها اهليه والناس اللي عندهم امكانيه يسجل ابن المدرسه الاهليه ويكون سعيد به، والمدارس الحكوميه تكون يعني مدارس مقتصره على امور بسيطه وتقريبا يعني مهمله. فاحنا نسعى الى ان تكون المدارس الحكوميه مدارس بالمعنى الصحيح لخدمه ابناء العراق. زين، شنو رسالتك توجهها للناخب العراقي اللي المفروض ينتخب يوم 18/12 وتقريبا يعني نسبه كبيره من عندهم ربما قناعاته اختلفت نتيجة يعني ظروف السابقة، المجالس السابقة، الأحداث اللي صارت، وما أعرف شو تقول لهم؟ والله بالنسبة للناخب الآن انتخابات قائمة، انتخابات قررت ودعمت وتحدد اليوم، ولا بد أن ننتخب، لا بد أن ننتخب، لأنه انتخابات الهدف منها وتصحيح تغيير المسار. إحنا إذا ما انتخبنا راح تبقى الأمور نفسها أو راح
تهمش بعض الفئات المجتمعية ويمكن يكون ما لها دور ببناء هذا البلد. احنا يجب ان نشارك بالانتخابات حتى نصحح الأخطاء ونبني الصح ندعمه ونبنيه ونقومه حتى نعيش حياة أفضل وسعادة إلى بلدنا، يعني نبني يكون بلدنا بلد إلى ثقل دولي وشعبنا إلى شعب مستقل ومزدهر. أنا أتمنى لك كل التوفيق شيخنا. إن شاء الله. الله يحفظك. أشكرك شكرا جزيلا، شكري وامتناني واحترامي وتقديري لمساعيكم وجهودكم مبذولة، وهذا تعبكم حقيقة احنا ما نعرف شلون نشكركم. لا العفو. حضوركم ويانا شرفنا واهلا وسهلا بكم. اذا مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة من برنامج ابشر، وحاولنا جهد الامكان انه نسلط الضوء على كثير من الهموم التي يعاني منها المواطن النجفي، وبنفس الوقت التقينا ويا مرشحين لعله عندهم حلول لهذه الهموم. انتظرونا في حلقات أخرى من برنامج أبشر. في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.